ضيق التنفس بعد الأكل مشكلة يعاني منها البعض دون معرفة أسبابها وطرق علاجها، وهي حالة قد تتكرر في أوقات عديدة، ما يجعل التلذذ بالطعام غير ممكن. ويعتبر ضيق التنفس من المشاكل الصحية التي تصيب الإنسان وتعرضه للعديد من الأعراض المزعجة، ويتسبب بمنع وصول الأكسجين الضروري للجسم إلى الرئتين. وقد يؤدي ضيق التنفس في بعض الأحيان إلى الاختناق والوفاة لا قدر الله في حالة عدم علاجه بسرعة وبالطريقة المناسبة. وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على الأسباب التي تقف وراء ضيق التنفس بعد الأكل وأعراضه وطرق علاجه. بعد الانتهاء من تناول الطعام يشعر البعض بتقل كبير في المعدة وضغط على الحاجب الحاجز وضيق الصدر، وصولا لصعوبة التمدد لأذى الشهيق والزفير. ولهذه الحالة أسباب عديدة عضوية ونفسية على الشكل التالي: الإصابة ببعض الأمراض منها ضعف عضلات القلب والنوبات، التهابات التنفس كالرئتين والقصبات الهوائية والإصابة بمرض الربو، الإصابة بأمراض الجهاز العصبي على اختلافها، هبوط ضغط الدم دون المستوى الطبيعي، ابتلاع بعض أصناف الطعام التي قد تغلق مجرى الحلق والتنفس، التعب العام والإرهاق، التوتر والتفكير المستمر كنوع من الضغط النفسي. أما أعراض ضيق التنفس بعد الأكل، يمكن لهذه الحالة الصحية التسبب بجملة من الأعراض المزعجة تتلخص فيما يلي: تسارع دقات القلب، التعرق الشديد، الدوخة والدوار، التعب والضعف العام في الجسم. بالإمكان دوما علاج أي مشكلة صحية متى ما عرفت الأسباب، وكذلك الأمر بالنسبة لضيق التنفس بعد الأكل، إذ أن تشخيص الأسباب المؤدية إلى حدوثه ووصف العلاج المناسب لها يسهم بشكل كبير في تخفيف حدة أعراض ضيق التنفس بعد الأكل، وصولا إلى علاجه بالكامل وإجراء بعض الفحوصات الطبية لتحديد الأسباب العضوية التي تتسبب بحدوث ضيق التنفس بعد الأكل. كما ينصح باتباع الخطوات التالية: شرب الماء بشكل كافي، مضغ الطعام ببطء للحيلولة دون الاختناق، الحفاظ على وزن مثالي كون الدهون في منطقة الصدر يمكن أن تضغط على الرئتين، تناول الطعام بكمية مناسبة، تجنب مصادر الإزعاج المتمثلة بالتوتر والقلق والتفكير الدائم.